بسم الله الرحمن الرحيم. يا الخايس هيدينك يوم يا الخايس. وشك ما سويت كرك؟ ايش دي يا ولد؟ هاي دفايه تقدر تشوف فيها بعد. عاد صادق. يا اخوي انت مجنون. وش هذا؟ في راسك عقل؟ ها؟ فيك مخ؟ انا ابغاها تشتغل. يا مسلم عطني عالية يا مسلم. ما هي نعالك العال. والله ما هي لك. والله العظيم هالي. والله يقول ربي جليغم يقول. والله بالله انا هالي. بن جليغم يقول حقك. مضيع انت هو خذاه اسمه. والله. والله العظيم انك مضيع. ابو محمد. وين عبد الله وزيغ؟ وين؟ خلاص خلها معك لين يفرق. وين عبد الله وزيغ؟ وين هو؟ خلها معك لين تفرق. ها. شو ما بتفعل بتبقى عدوي. والله نعم من بأهل العراق. والله نعم من بأهل العراق لكم. والله انهم يتابعونكم واجد من العراق ومن ليبيا ومن الجزائر ومن المغرب من دول العربية. والله على رأسي. احنا بنحبنا الفيصل نقلد. والله زين فصول؟ الله يعينك. ايش قلت فصول؟ تسلفني. والله شوف ابو راشد ترى عنده. انا بس انا شوف فصول. اخبارك؟ والله فصول ابو تركي حاجيك. انا ابيع واشتري بالخرفان زين؟ اتاجر فيها شي زين؟ وش هذه الخرفان شو يسمونها فصول؟ خرفان هذه اللي فيها قطن جاية. زين؟ وشا يعني شوف حجي حجي خليني اقول لك سالفه فصول. شوف شوف تشتغل؟ زين؟ لا تحكي عند ذول. والله ايه زين صار تعطينا حليب فصول صار خلاص بس هلا هلا بس خلي والله ما تتابع ذا انه ما يدري هو بدوي هو حضري عندكم هو راعي بحر هو راعي حداق هو راعي يويله هو ما ادري انا اتحداك ايش معنى الحداق الحداق يعني يدش البحر صيد السمك يعني ايه وياكلون النغموش ما اتحدد تو انا اقول ترى هوايه حلوه ما اتحدق شنو حداق صيد يعني حاب هلا والله روح والله والله بليخ متى تروح الحداق يا يمعة والله احنا نروح اكثر شيء اليمعة الفير في دقات فاتيشي نروح اليمعة الفير ومرات والله يعني كذي نص الاسبوع كذي على الاثنين طيب علمني اليخت اللي دائما اشوفك فيه يا اخوي ما شاء الله هذا حق هذا حق مال ولد عمي طال عمرك ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله يرزقكم الله ان شاء الله يرزقكم الله ان شاء الله ان شاء الله الله يرزقكم من رجع مريانه مريانه زي القريه ان شاء الله توعدنا برحله محمد العمره ان شاء الله ديوننا ان شاء الله توعدنا برحله وشافي كذا من هنا نادي عشان نفسه ما يسمع عشان ما يعرف ليش وانا احسب لك يا حبيبي وراني احسب انك برا شافي يوم سمعت صوتك احسب انك برا والله حداق وصيد شوف انا افضل انا افضل نروح تبون صدق صدق حداق يعني نروح عمان جو الكويت الحين جو الكويت الحين كيف؟ جو الكويت كيف؟ برد اوه برد الموت الحين برد يا ولد الكويت صحراويه استاجر صحراويه والله القيض مش والله منها ابو جخير فيها القيض وفيها والله البرد هذا البقا والنقاء فيها القيض وفيها البرد انا اشهد يا ولد البرد يونس الناس ونس باقي بخاطري اتحرش وياك اليوم ما تلاحظون يا رجال ولا ما تلاحظون انا قاعد اضبط الحين في الحر في الرياض اكثر الناس يتفرقون
لكن في البرد يتوالفون داخل الاستراحات وداخل المخيمات. انا عجبني مره جيت في البرد في الرياض واروح الثمامه يا ولد، تقول انك في مدينه ما انت في الثمامه. انوار ما عندي شيء، احب الثمامه. منك شايل خاطر الى مدى الاختلاف. عيب اللي ضايق، فارقني بس لا لا تضرب. احب الاجواء، احب اذا انقلب الموتر فوق طعسه. انا ما اعرف اسوق انا والله. انقلب علي موتر والله، اني طلعته ووصلت للديره من غير التندر. قالت لك كذا بس. لحظه، كيف منقلب تمشي فيه؟ منقلب وصل للديره اي والله. ارتاح اي والله. وهو منقلب تمشي؟ لا لا، اقول منقلب ورده. والله مش شايف وجهي. وش الموت؟ والله انصبقت على اليد. ما لي طعس معي ناس. دز دز ها، ما اعرف انا، ما طعوس لي. ما بشربي في الجبال قفص. وش طيب الحين في الجبال؟ اخليه يمشي على الحيط. مشي عطر قفص. عبد الله انا بعتك تذكر قبل يوم انك طقم طقم. احنا نسميه طقم. وش طيب قفص طقم؟ ما اعرف. جيب جيب والله انا مني. احنا نسميه طقم. كنت ربع ساعه واخرت انا. ما سمعت اليوم يقول والله. اقص عليك اقص عليك اقص عليك اقص عليك. قفص الله ما يقلع اللي هو ها شو اسمه؟ خلاص الربع نفس الشاص بس. ايه نفس الشاص بس جاي طرجيني. ايش فيكم كذا؟ ايش عايش في المريخ والله؟ بسبب الكرك. عينك في جنبك معك ثلاث اصابع. تركب سيارات دوريات انت؟ ما ادري ايش جوك انت. ما ادري ايش جوك انت تركب مقفص ذا. سلامات. وش اسوي؟ وانقلب ورحت فيه للديره. وبعدين وش صار؟ وش صار بعدها؟ انقلب بعدين وش هذا؟ وصلت الديره وبعت براس ماله. براس ماله بعد باعه وهو منقلب؟ اي والله. لأن اللون اسمع، اللون تذكرون الكبدي أول ما نزل؟ أنا ما الكبدي كان اللون الألوان هذه. كان الألوان هذه ما تجي إلا بطلبية، يعني يجيبونها من الرياض. جيت هناك موجود. قال خلاص بعد التندر. يلا ها السيارة ما عرفناها. ويلا عرفناها عقب. شنو أعطانا الكبدي؟ كبدي شنو يا كابتن؟ كبدي يعني لونها أصفر. كبدي إيش لون كبدك أنت؟ كبدك قد شفت كبدي صفراء؟ يا أخوان أنت تاكل الرقع أنت أحمر؟ لا وجعت كبد. هذا اذا ما ياكل فاين ما انا يبقى. عني انا عني ما قد شفت له كبد فاين. الناضج امبتي امبتي اونلي يعني كيف سويمينج سليبينج. اخ العيال جالك تعشى طحينه بس. ايوه يلا يا رب يلا يا رب يلا يا رب يلا يا رب. ان هي تمر في ورق عنب اللهني. نعمه يا ضايع من عشاق ورق العنب. لا 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 والله اقسم بالله ان افضل رجل تمر علي. ما اقسم بالله، اقسم بالله أقسم بالله. يا اخوي من ما يحب الذي حلل قاسم ابو عور. جميل. يحب الادام ابو عور. ابو عور تحب الادام صح؟ ها انت تحب الدوام ولد الرجال ده ما شاء الله عقل رساخه يا ولد. اتوقع عنده نصف مليون لا يرى بالعين المجرده. نصف ايش؟ العقل. وعلى ذلك ما يشتغل منها الا 10%. والله والباقي اللاواعي والباقي فراغ. الله يستر. دخان دائم ما يجي للمزيون. متى يشتغل عندك العقل اللاواعي؟ حسين العلي يسلم عليكم كافه. الله يسلم حسين العلي. ونعم يسلم عليكم شخص شخص. وين جاك؟ وين سلمت له؟ سلمت عليه يوم كنا في المريخ. زين جاك السلام وبالجيك. اي من وين جاك؟ يعلك يوزه ينفض يحلك. يحلك شنو يعني؟ ذي لا احتني كنه يعني. والله الشيطان يا اخوي مجرم. يقول لا احتني كنهم يعني. شوف امسك امسك الرجال الحين يقول لي الشيطان. الحمد لله ما لقى انا بيعرف ما لقى له حلي درب. انا بيعرف يومك في الثمامه على المقفص. وش كان جوك ذيك الايام؟ كنت زاحف؟ والله انا رجال شباب زي اي شباب، احب طلعه البر واحب المطلق. شباب في شباب الحين عندنا يلعبون كوره رياضه. احب الكوره، احب اشجع بس. وش فريقك؟ تشجع الهلال. كفو صرح فيها ابو. والله انا اقدح حرص الهلال. والله انا اقدح بها. كفو والله ما اعلم منهم حراسه ومنهم لاعبين. لكن والله انها فطره. ابشرك يا الهلال. لا لا والله ابوي 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 يشجع منتخب ما تصدقون منه. منتخب يشجع لاعب فريق ما توقعنا. وشو الشباب؟ فريق كبير الشباب يا ولد. ايام البلطان يا ولد. ابوي يتابعك يتابع البركه. بتعه سعيد العويران. انا فكره البلطان ترى الحين موجود يعني. ما ادري قبل سنتين استقر قريب. المباراه اللي تابعتها بشغف
ايوه بقوه وبحنكه حسيت بالغبنه. تعصب رياضي يعني ما هو ولا كلنا اخوان. مباراة هلال وسدني عطية مطر مدري 18 خليجي 18 جاب جول في اجزاء من اسماعيل المطر. اسماعيل المطر كان الحارس شعوره مثل شعوري تذكرون اسمه بركات. هذه اللي ما انساها. هذه هدية بركات ما في لا مبروك ولا في برا مبروك زايد مبروك زايد مبروك زايد طويل وكذا بس ما لا لا طويل يدين دسوس كذا لبس اسود ما مسك الكورة. خوجة خوجة الله يهديه بس الله يهديه خوجة في 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 جول في شبك في اوكي المقومات موجودة بس القيمة المضافة ما في هذا اللي قهرني في الموضوع و احب وجه احب واغلي بس عليه امير المحبة والانسانية ايام النصر. الله طبعا النصر انا من عشاق ما اللي كان ما اللي كان رئيس الامير الامير عبد الرحمن يرضى خير الامير عبد الرحمن بن سعود بن سعود الله يرحمه تاريخ رمز رمز. وطبعا في واحد من الجماعه والله اني ما اعلم يعني ما ابغى لكن ما ادري هو يمكن ايش السالفه والله ما ادري هو يمكن يلا انا اشوفها محل الرياضي تعرف الشهراني لا انا احس عقل ابو حور فكر رياضي جيد تعرف حبه الشبابه عقل ابو حور ايش حبه الشباب انت عقلك نخاعه حيدر.